ثانية كالعادة نستهلها بالعناوين. تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تضم 13 عنصرا ينشطون بقلعة السراغنة سلة الدار البيضاء والمحمدية. والأبحاث الأولية كشفت سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المسة بسلامة الأشخاص والنظام العام. وتتابعون أيضا لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي تصادق بأغلبية واسعة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تصويت حاسم يشكل آخر محطة اللجان البرلمانية قبل المصادقة النهائية الشهر المقبل. في شأن الصحي، معهد باستر المغرب ينفي ما تم تداوله من أخبار حول نفاذ مصل ولقاح داء السعار ببعض المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. في نشرة نسوق لكم النموذج من مراكش. وجولتنا الإخبارية ننهيها بفعالية مهرجان إفريقيا للضحك. بالأمس استمتع الجمهور البيضاء بثلاث ساعات من العروض الفكاهية الشيقة، تناولت العديد من المواضيع. التفاصيل بعد قليل. نهاركم سعيد مشاهدينا. نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم في تفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 شخصا ينشطون بقلعة السراغنة سلا الدار البيضاء والمحمدية. العملية تدخل في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم الدولة الإرهابي. تفاصيل أوفى عن هذه العملية في تقرير سعاد زيدروي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يسقط خلية إرهابية جديدة فجر اليوم. عدد عناصر الخلية الإرهابية 13 وينشطون في كل من قلعة سراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية. أعمار عناصر الخلية الإرهابية تتراوح ما بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى مكافحة الإرهاب. جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية تفكيك الخلية الإرهابية أسفرت عن حج أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف. من بين المحجوزات أيضا مخطوط مبايعة الخليفة المزعوم لداعش ورسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال. الأبحاث الأولية أكدت أن عناصر هذه الخلية الموالين لداعش انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي ولخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام. المشتبه فيهم تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. إلى طنجة، حيث خاض أمس تجار المدينة إضرابا اعتبروه خطوة للإعلان عن رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع العام الحالي دون إشراك المهنيين على حد تعبيرهم. المزيد في روبورتاج فريد غيتو وتحرير لحسن لحمتي. هكذا تبدو الصورة مساء أمس. محلات تجارية أوقفت نشاطها بشكل مفاجئ، بينما التجار يصبون جم غضبهم على المادة 145 من القانون الضريبي. العلاقة بين كيف كتعرف بين الإدارة خصوصا الضرائب والتاجر، ما كاينش واحد الليونة، ما كاينش واحد العلاقة، خص تكون واحد العلاقة، خصهم يجيبونا لعندهم. هذا التشنج في العلاقة بين جوبة الضرائب والتجار تخللته سلسلة من الاحتجاجات في المدن الكبرى من المغرب، بعد أن أصبح القانون سري المفعول ينتظر فقط أن يدخل حيز التنفيذ. كل الهدف من هذا الالغاء هو ايصال الصوت ديال التاجر للهيئات المسؤوله التي يعني اصدرت مجموعه من القرارات اللي جات في القانون المالي 2019 وتعتبرت بان هذه القرارات او هذه المواد هي حيف وظلم في حق التاجر. بينما المواطن المستهلك فوجئ امس بهذا الاغلاق ما دفعه للبحث عن محلات اخرى للتزود. فقنا الصباح بغينا نشريو غير الكومير مثلا ما لقيناش، كل شيء سد، عييت نقلب والو. اليوم مثلا حنا جايين باش نتقضاو. هل هو إنذار يطلقه التجار قبل خوض سلسلة من الاحتجاجات في القادم من الأيام؟ أم أن الوزارة الوصية ستهيئ الأرضية لحوار مثمر وجاد لتجاوز هذه الأزمة؟ في موضوع آخر، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم أن يكون الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السهول الشمالية وهضاب الفوسفات والأطلس المتوسط، كما يرتقب تساقط بعض الثلوج فوق قمم المرتفعات الأطلسي المتوسط. أما درجات الحرارة فستتراوح ما بين -4 و27 درجة.
درجة كأقصى درجة مئوية ستسجل بأقاليم بجنوب المملكة. أما عن حركة الرياح فستهب قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلسي المتوسط، وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما في القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. كما تتابعون في هذه اللقطات فالبحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ما بين السبتة والجبهة، وقوي إلى جد قوي الهيجان ببقي السواحل، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز. وهذه الأجواء بالمغرب ليس لها أي تأثير على الملاحة البحرية وعلى الخصوص بالخط الرابط بين طنجة وطريفة. توضيحات أكثر يقدمها لنا رشيد الحجوي رائد ميناء بالنيابة مكلف بالسلامة والأمن بميناء طنجة. بالنسبة للأحوال الجوية السائدة حاليا بالمغرب ما عندهاش تأثير كبير على سير الملاحة ما بين في الخط الرابط ما بين طنجة المدينة ومدينة طريفة في جنوب إسبانيا. الرحلة تستمر بالشكل اعتيادي بدون أي تأخر أو إلغاء مع تواصل مباشر مع مصالح الأسد الجوية وإفادة المسافرين بأي تغيير في هذه الأحوال أو أي تأثير ممكن على سير العادي للرحلات. وبرودة الطقس بيئة مناسبة لبعض الأشجار المثمرة التي تمتد زراعتها في إقليم الحاجب على سبيل المثال إلى أكثر من 30,000 هكتار، حيث استبشر الفلاحون خيرا من انخفاض درجات الحرارة، كما سنتابع في هذا الروبورتاج لإدريس الكوهان والتحرير لسعاد زعتراوي. 32,000 هكتار من الأشجار المثمرة تتموقع بإقليم الحاجب. برودة جو الإقليم يراها الفلاحون بشارة خير، فوفرة إنتاج الأشجار المثمرة لا تكتمل إلا بتراكم ساعات البرودة بالأشجار. وهذه البرودة في الأيامات مزيانة، هذه السمرة كاين الشجر ترونكيل كيشبع البرودة ديالو باش حيت كيدماري مزيان. من مور الزبير راه درنا ليه واحد التريتمون ديال الغسيل باش ما تكونش رتيلا، يكون هذاك الامراض كاملين كتحيدهم ديك الزيت وداك الحديده الزرقاء. يصل معدل انتاج الهكتار الواحد من الاشجار المثمره الى 20 طن، انتاج تتحكم فيه بشكل كبير طبيعه طقس اقليم الحاجب. هاد المناطق كاملة تقريبا ديال إقليم الحاجب معروفة بهاد الأشجار المثمرة، خاصة أشجار ديال التفاح، أشجار ديال الخوخ، البرقوق إلى غير ذلك، لأنها كتلائم المنطقة خاصة من ناحية ديال التراكم ديال ساعات البرودة. اقتصاديا يعتبر قطاع الفلاحة رئة إقليم الحاجب، فمصدر رزق أزيد من 80% من ساكنة الإقليم من القطاع الفلاحي. بأغلبية واسعة صادقت اليوم لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويعتبر هذا التصويت الحاسم آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل. تفاصيل أوفى مع نادية وحدة. 17 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع نائبين عن التصويت، تصويت يعكس موقف غالبية المجموعات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي، ويشكل استمرارا منطقيا للتطورات الإيجابية الأخيرة التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي في جلسة علنية بستراسبورغ على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو، أي بزيادة قدرها 30%. كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية
تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الاتفاق الذي وقع في 14 من الشهر الجاري ببروكسل، كما يشكل هذا التصويت داخل هذه اللجنة آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل. أعلنت أمس البحرية الليبية عن وفاة مهاجرين وإنقاذ نحو 500 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية قبالة سواحل البلاد، وذلك خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وقال المتحدث باسم البحرية إن المهاجرين ينحدرون من إفريقيا وسوريا وبنغلاديش. من جهتها أعلنت الحكومة الإيطالية أنها كانت على اتصال بالسلطات الليبية لمساعدتها في إنقاذ الناجين. عبر رسالة طالبت الحكومة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بوقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية اعتبارا من نهاية يناير الجاري خشية التعرض لدعاوى قضائية. وفي تصريح لوكالة أنباء أجنبية أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أن الرسالة أرسلت بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، موضحا أن السبب هو سن قانون أمريكي اسمه مكافحة الإرهاب، وأن هناك مخاوف من أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية. نغلق الملف الدولي. يشهد إقليم جرادة انطلاقة العديد من المشاريع المدرجة في إطار اتفاقيات الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في إطار سياسة المدينة التي رصدت لها اعتمادات تفوق 630 مليون درهم وتهم مختلف القطاعات الحيوية، من بينها مشروع بناء مركب تجاري كما سنتابع في روبورتاج أسامة أفقير ويوسف ناصري. 45 محلا تجاريا يتواجد في شارع الحسن الثاني في مدينة جرادة سيرحل أصحابها إلى هذا المركب التجاري الجديد الذي تتقدم أشغال بنائه. الكلفة المالية وصلت إلى 10 ملايين درهم. المركب يضم 63 محلا تجاريا ويمتد على مساحة 5000 متر مربع. الظروف ديالنا دروك ما يعني ماشي شي حوانت يعني غير الاخر، لا بالنسبه للمدينه ولا حسب بالنسبه للمنظر ديال المدينه ولا حتى شي حاجه، وهذه بادره طيبه جات ان شاء الله، وان شاء الله غادي يكون الخير يعني كنشوفوا في داك الشيء كيتبنى. مشروع غادي نحاولوا ما امكننا ندمجوا فيه واحد 45 مستفيد اللي حاليا المحلات ديالها متواجده قباله الجماعه ديال جراده، وهذا هو الاساسي انه حينما تحدثنا على القطاع التجاري بمعنى انه تجويد هذا القطاع يعني عن طريق ركازمون ديال هاد المستفيدين واللي عندهم الان محلات يعني في واحد الوضعيه ماشي هذيك. السوق الأسبوعي الحالي لحي حاسبلال في جرادة عوض بهذا السوق المندمج. كلفة المشروع تقدر بحوالي 7.5 مليون درهم، مساحته المغطاة 1600 متر مربع. الهدف من هذا المشروع وهو تقوية البنية التحتية التجارية لمركز حاسبلال، خلق فرص شغل وتنظيم نواة تجارية وتنظيم تجار. إقليم جرادة يعرف انطلاقة المشاريع المدرجة في إطار برنامج تنمية الإقليم ما بين 2018 و2020، هو برنامج يتوخى إنجاز 21 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 900 مليون درهم. في الشأن الصحي، نفى معهد باستور المغرب ما تم تداوله من أخبار حول نفاذ مصل ولقاح داء السعار في بعض المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بسبب صعوبة التعامل مع المعهد. النموذج نسقه لكم من مراكش مع إيزا شرقي والتحرير لحسن لحماتي. مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش في حادث مع أسرة رضوان ضحية عضة الكلب. اضطر رضوان الى التنقل الى مراكش في غياب المصل المضاد داء الكلب بالجماعه القرويه لودايا. البار الوليده ورضوان عبد الكلب شي ملي جيت بغيت ندق البره ردوني قالوا لي سيري للجامعه، وانا ما غادي نمشي للجامعه، الوليد غيضي عليا في الجامعه، الجامعه تخلص القانون ديالها، انا ما نضيعش حقي، ما نخليش ولدي يموت. بالارقام في مراكش وبالجماعه القرويه المحيطه بها ارتفع عدد ضحايا داء الكلب بنسبه 50% في هذه السنه مقارنه بالسنوات الماضيه. مشكل نفاذ المصل المضاد داء الكلب يعد مشكلا كبيرا خاصة بالنسبة للجماعات القروية المجاورة لمدينة مراكش وكذلك المدن التي تشكل أضلع الجهة.
في كل مرة يقوم المجلس الجماعي لمراكش باقتناء المصل كما يقدم دعما لهذه الجماعات القروية 14 المجاورة لمراكش. لكن قبل أن يطرح هذا المشكل، لماذا لم تقم الجماعات القروية والحضرية بالقضاء على هذه الكلاب الضالة قبل أن تنهش أجساد الأطفال والمواطنين؟ من جهته خرج معهد باستور عن صمته بعد أن نشرت بعض المنابر الإعلامية خبر نفاذ مصل ولقاح داء الساعة. البلاغ التوضيحي للمعهد يوضح أن المصل متوفر بكميات كافية لسد الحاجيات الوطنية، لكن الخلل يكمن في الجماعات المحلية. المكاتب الجماعيه لحفظ الصحه اللي تابعه للجماعات المحليه هي اللي عندها الدور باش كتقدم هذا اللقاح وهذا الساعه للمواطنين، فكتقوم باقتناء هذه المواد من عند المعهد. لكن باش يمكن لها تقتني خاصه تكون تم هذه العمليه في اطار احترام ديال المساطير وديال المشاريع ديال القوانين اللي هي جريبه العمل في مجال الشراء الاجتماعي. إذن المشكل إداري والمسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات القروية والحضرية عبر التراب المغربي، والتي حاولت القضاء على الكلاب الضالة إلا أن محاولاتها تبقى محتشمة وذات طابع مؤقت في ظل الزحف الكبير لهذه الكلاب على المجالين الحضري والقروي. نبقى في مراكش. بعد انطلاق خدماتها في العام 2017، الإقبال متواصل على الحافلات الكهربائية بالمدينة والطموح توسيع خطها ليغطي باقي شوارع المدينة التي حققت السبق في مجال النقل الحضري بواسطة الطاقات النظيفة. لحسن هبان وعادل بوسكري. بدأت هذه الحافلات الكهربائية توفير خدمة النقل العمومي بصفة يومية منذ شهر شتنبر عام 17 و2000، وتربط حي المسيرة بباب دكالة لمسافة 7 كيلومترات تستغرق نصف ساعة، وسيتم توسيع الخط ليشمل مناطق أخرى من مدينة مراكش. 25% من الأسطول ديال مدينة مراكش غادي يكون كهربائي على الأقل. 25% هذه العقد، هذه الصفقة التي يعني اطلقت قبل واحد الشهر تقريبا، وغادي تفتح بعد واحد الشهر. فبالتالي مراكش غادي في هذا الاتجاه ديال النقل النظيف بشكل عام. قمنا بجولة على متن إحدى هذه الحافلات الكهربائية التي تسير بسرعة لا تتجاوز 40 كيلومترا. نجد خطوط أخرى، حافلات أخرى وخطوط أخرى، يعني خط واحد غير كافي، وكان على كل هي أحسن من مثيلتها في مراكش. تحترم البيئة وتحترم الوقت ومؤمنة، حتى كاين كاميرات داخل الحافلة. إلا بغينا نمشيو باب الدكالة تيجيونا ساهلين ومريحين. لا زوينين، بديره زوين، مزيان. لا زادو بلايص اخرى بحال البلايص اللي بعاد بحال المحاليد بحال لا زادو خطه، وهذا منفعه ديال الطاقه وديال كل شيء. وتستطيع هذه الحافلات ان تنقل معدل 3000 راكب يوميا باستخدام بطارية كهربائية يمكن إعادة شحنها خلال 4 ساعات فقط، وهدف المشروع هو توفير حلول صديقة للبيئة. وننهي جولتنا الإخبارية هذه مع أجواء الأمسية الفكاهية التي احتضنتها الدار البيضاء في إطار فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إفريقيا للضحك. على مدى 3 ساعات استمتع جمهور البيضاء بعروض فكاهية شيقة تناولت العديد من المواضيع من حياتنا اليومية. روبورتاج غيتا صحة وأمين حدو، والتعليق لسمير بحميدي. المهرجان الإفريقي للضحك أجواء استثنائية يمانس بالدار البيضاء 3 ساعات من التيمات الفكاهية والفرجة التي فتحت المجال أمام المواهب الإفريقية. قدمت لمتابعة الفنان باتسون، هو فنان كبير، أنا أيضا أعمل على مثلها عروض، وهذا العرض الأول هنا بالدار البيضاء يشكل فرصة لنا للتعرف على الفنانين الأفارقة. حين علمت بهذا المهرجان قررت القدوم. تفاصيل الحدث جد غنية وأسماء بارزة حاضرة كريدوان. حتى اللحظة بصم مهرجان إفريقيا للضحك على نجاح كبير بفضل مشاركة فنانين من كل البلدان الإفريقية، كما أن السيناريوهات المعالجة مرتبطة بالمعيش اليومي الإفريقي.
هي المرة الأولى لي بالدار البيضاء الوقوف على المسرح. التقيت بجمهور شغوف بالفن ويعشقون الكوميديا. لقد مر كل شيء على ما يرام هنا بالدار البيضاء في تفاصيل هذا المهرجان. أعجبت بهذا الحدث وهي تجربة لي للتحضير لعرض المقبل. التسع والعشرين من هذا الشهر موعد الجمهور بباماكو مع قافلة المهرجان ومن ثم دكار بالسنغال. بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم في تفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 شخصا ينشطون بكل من قلعة سراغنا، سلا، الدار البيضاء والمحمدية. العملية تدخل في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم الدولة. ختام هذه النشرة، يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا على الإنترنت دوزان.ما أو على تطبيق ماي دوزان. طابت أوقاتكم أينما كنتم.